كده جوه النفق مسجد جابر، نروح الناحيه الثانيه عشان نركب ان شاء الله محطه فلسطين.
نطلع بقى الناحية التانية. احنا كده نقلنا السجن الناحية التانية تحت النفق، عدينا النفق طالعين اهو بقى ايه ان شاء الله، بقى ايه ان شاء الله محطة مصر. اهو عند اللي هي بتاعت معرض اسكندريه للاثاث والديكور، هو ده ان شاء الله هنركبه من هنا ان شاء الله محطه مصر. عند الشارع سوق زحمه وربنا يستر. ماشي شكرا. ماشي اهو وصلت اهو ان شاء الله باذن الله عند اليافطه، بس اعرف اعدي بقى. السكه زي ما حضراتكم شايفين ربنا يسلم، وهنا في وش المطعم الوحيد اهو. طب ان شاء الله بقى ايه الطريق يا جماعة من سيدي جابر لمحطة مصر إن شاء الله. هنا Okay.